أهلا بكم مجددا. عودة التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل عنوان ملفنا الثاني للنقاش هذه الليلة. فبعد يومين من إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، التقى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون اليوم الخميس في رام الله في أول اجتماع من نوعه منذ أشهر. السلطة الفلسطينية كانت قد أوقفت أي شكل من أشكال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي احتجاجا على خطة السلام التي أعلن عنها في يناير الماضي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق تأييدا كبيرا من الإسرائيليين مقابل استهجان كبير من السلطة الفلسطينية. فما الذي دفع الجانب الفلسطيني إلى إعادة علاقاته مع إسرائيل؟ وكيف سينعكس ذلك على مسار عملية السلام المتعثرة والمتوقفة أصلا؟ بعد قطيعة لأشهر يلتقي مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في مدينة رام الله. اللقاء حضره عن الجانب الإسرائيلي منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن ومسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وناقش الطرفان الخطوط العريضة لإعادة العلاقات بين الجانبين. وحسب القناة الإسرائيلية الأنباء، أبلغت السلطة الفلسطينية للمرة الأولى دبلوماسيين بأنها مستعدة لتغيير القانون الخاص بدفع رواتب الأسرى. ووفق الخطة، لن تحصل عائلات الأسرى على رواتبهم بناء على مدة الحكم، بل على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وعدد الأشخاص. واستأنفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل الثلاثاء الماضي، وعادت لاستلام أموال الضرائب. وقالت القناة العبرية إن مسؤولين فلسطينيين وجدوا أن هذه الخطوة باتت ممكنة بعد رسالة تلقتها السلطة الفلسطينية تعلن فيها إسرائيل التزامها بالاتفاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. نحن متمسكون بالمفاوضات. السلطة الفلسطينية كانت قد أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل احتجاجاً على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها، الأمر الذي أدى لعجز كبير في ميزانية السلطة التي تعيش تحت وطأة صعوبات اقتصادية فاقمها تفشي وباء فيروس كورونا. ولمزيد من مناقشة هذا التطور ينضم إلينا من تل أبيب المحلل السياسي عكيف ألدار، ومن نابلس ينضم إلينا كذلك المحلل السياسي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية في الجامعة الأمريكية أمجد أبو العز، سينضم إلينا لاحقا. أبدأ معك سيد عكيف، هذه الخطوة التي أعلنت من الجانب الفلسطيني، ما الذي غير الموقف من الجانب الإسرائيلي كذلك؟ أولا الشعب الأمريكي قرر أن يغير الحكومة أو الإدارة الأمريكية وأن يغير الرئيس ترامب الذي كان في الواقع السبب وراء توقف التنسيق، كان السبب وراء الأزمة، وهو الآن رئيس انتهت أو تقترب مدة ولايته من الانتهاء. إسرائيل الآن مستعدة كما ذكرت لنقل الأموال ومساعدة السلطة الفلسطينية على البقاء حية، والفلسطينيون يرسلون رسالة أنهم مستعدون للتعاون في عملية السلام. وفي الواقع هناك نقطة شائكة هنا، وهي مشروع الاستيطان، والفلسطينيون الآن منقسمون بين فتح وحماس والجهاد الإسلامي، وهم يحاولون المصالحة، ولكن لا أحبس أنفاسي انتظاراً لذلك. وإدارة ترامب في مرحلة انتقالية الآن إلى أن تأتي الإدارة القادمة، والكل عندها سيبذل مجهوداً لإقناعهم بأن عملية السلام لا تتحرك وأن الخطأ هو خطأ الطرف الآخر. سيد ألدار، إلى أي مدى أكون قد فهمت أن هذا بتأثير النتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ غياب التنسيق في الشق المدني حدث في وسط الجائحة، ورغم ذلك تم التراجع عن ذلك بعد نتائج هذه الانتخابات، كيف تنظر لذلك؟
في الواقع هناك فرق بين التصريحات الرسمية وما تراه في الصحف وما يحدث فعلا على الأرض. لو نظرت على نتائج ما يسمى بأزمة الثقة بين الطرفين، أنا سعيد جدا أن أقول لك أنه لم يكن علينا التعامل مع هجمات إرهابية منذ توقف التنسيق. بالفعل كان هناك تنسيق هادئ بين الجانب الفلسطيني والاستخبارات الإسرائيلية أو قوات الأمن. جزء من الجمهور الإسرائيلي وجزء من الجمهور الفلسطيني غير جاهز الآن لحل الدولتين وغير جاهز للإقدام على تنازلات، والطرفان يودان أن يكون بين هذين الطرفين المتشددين لإيقاف الإرهاب وإيقاف الضم. الضم كان هو السبب الآخر أن الرئيس الأمريكي الرئيس السابق أو الرئيس الحالي ترامب أرسل أيضا رسالة إلى إسرائيل مفادها طالما هو هناك فلن يكون هناك ضم. وكان هناك تعامل مع موضوع الجائحة والتأكد من أن الفلسطينيين يستطيعون الذهاب إلى العمل، ومعظم الفلسطينيين لا يزال يعتمدون على الجانب الإسرائيلي للحصول على الطعام والزبدة والحليب لعائلاتهم. سيد الدار، بعد توقف التنسيق وكذلك بعد إعلان الخطة الأمريكية للسلام، كان هناك تقارب ما بين الفصائل الفلسطينية وحديث عن قرب كذلك المصالحة. كيف ترى التعامل الإسرائيلي مع هذه الإشارات؟ إسرائيل غير مستعدة لا يزال للنظر في أي مفاوضات مع حماس. الشيء الوحيد الذي استعدت له إسرائيل هو نقل المال من قطر إلى حماس التي وعدت بالتزام الهدوء وإيقاف إطلاق الصواريخ على الجنوب الإسرائيلي. أنا أيضا لا أحبس أنفاسي من ناحية المصالحة، لأنه حتى لو حدثت فإن حكومة نتنياهو غير مستعدة للتفاوض حول صيغة الأرض مقابل السلام، وهي ترسل رسالة واضحة إلى الإدارة القادمة عن طريق الموافقة على مشاريع بناء مساكن جديدة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية. الأمور كما هي، وسيحاولون أي الحكومة الإسرائيلية ستحاول استخدام اللوبي الإسرائيلي في واشنطن من أجل إبعاد بايدن عن عملية السلام، وأعتقد أن لديه الكثير من المشاكل قبل أن يقفز في هذا الوحل. سيد الدار، وأنت تشير إلى ما يجري من تغيير في السياسة الأمريكية، هناك إشارات أيضا إلى بوادر خلاف ما بين الرأسين للسياسة الإسرائيلية في هذه اللحظة. إلى أي مدى يؤثر هذا أيضا على التعامل مع الجانب الفلسطيني؟ أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية أيضا في مرحلة العد التنازلي قبل الانتخابات، وهذا ما يفكر فيه الفلسطينيون. يريدون التأكد أنهم سيحصلوا على مليارات الدولارات التي احتفظت بها إسرائيل في ودائعها. أعتقد أن إسرائيل غير جاهزة الآن لاستئناف المحادثات، لأنه عندما يتعلق الأمر بالثقة بين طرفي الحكومة بين نتنياهو وغانتس، الفجوة عميقة جداً، و
لم نوافق بعد على ميزانية 2020، ونحن نقترب أو نحن في نوفمبر ونقترب من عيد الميلاد ولم نتمكن من اعتماد ميزانية 2020. إذن عملية السلام ليست ذات أولوية، يؤسفني أن أقول لك ذلك، ليست ذات أولوية على أجندة الحكومة الإسرائيلية ولا حتى من أولويات الشعب الإسرائيلي. حكيفة دار المحلل السياسي من تل أبيب، شكرا جزيلا لك. وكما أشرنا سابقا، ينضم إلينا من نابلس المحلل السياسي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية في الجامعة الأمريكية أمجد أبو العز. أهلا ومرحبا بك سيد أبو العز. كيف تنظر إلى حجم تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في اتخاذ قرار كهذا من جانب السلطة الفلسطينية؟ يعني لا شك أنه كان هناك عامل كبير في هذا الموضوع، وأكبر مثال على ذلك هي الزيارة التي قام بها عضو الكونغرس الأمريكي إلى رام الله مؤخراً ولقائه الرئيس أبو مازن. طبعاً هذا اللقاء دام أكثر من 3 ساعات، وتم إرسال عدة رسائل من القيادة الأمريكية الجديدة قبل فرز الأصوات. يعني كان هذا هو رسول من الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن إلى الرئيس أبو مازن، وتم الإشارة فيه إلى أن هناك توجهات جديدة من قبل الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية تقوم على أنه سيتم إلغاء العديد من القرارات التي اتخذت خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رأسها قضية المساعدات المالية، وأيضا افتتاح مكتب لإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل طبعا، بالإضافة إلى ذلك، تم هناك يعني جس نبض القيادة الفلسطينية بالنسبة لصفقة القرن، وكان هناك تأكيد على أمريكي على أن القيادة الأمريكية سوف تلتزم بالسياسة الخارجية خلال فترة أوباما، أي ستلغى صفقة القرن وستلغى الضم، وسيتم إعادة النظر بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية من جديد. هذه التطمينات برأيي كانت كفيلة أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية كما قال ضيفك قبل قليل بطرح مبادرة حسن نية باتجاه عملية السلام أو تجاه إسرائيل. طبعا هذا من خلال وساطة دولية، ومن خلال أيضا الالتزامات التي أرسلت إلى القيادة الفلسطينية سواء الشفوية وأيضا المكتوبة. طبعا هذا بالنسبة للموقف الأمريكي، لكن هناك أيضا بعض المواقف وبعض السياسات والمحددات التي دفعت الفلسطينيين للتوجه بشكل عام. القضية الأساسية أيضا أن السلطة الفلسطينية، وهذا يعني دائما نقول، لا تستطيع أن تكون يعني خارج الحاضنة العربية التي احتضنت والتي شجعت وأيدت عملية السلام في البداية. يعني نتكلم نحن عن السعودية والإمارات والأردن ومصر، وهذه الدول كانت لاعب أساسي، هي الحاضنة العربية التي احتضنت السلطة، وبالتالي لا تستطيع السلطة الاستمرار في اللعب خارج الحاضنة العربية. فهذا كانت أنا سيد أبو العزيز، قبل أن أتوسع في النقاش السياسي، كباحث في الدراسات الاجتماعية أريد أن أسألك عن التأثير الذي ترى لتوقف الشق المدني من التنسيق خلال الجائحة. طبعا الشق المدني كان هو عامل أساسي بكل صراحة أرهق السلطة الوطنية الفلسطينية في عدة قضايا، وخاصة بقضية قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمة كورونا. وباعتقادي إسرائيل كانت معنية بإفشال السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال يعني في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل السلطة الفلسطينية تغلق الأبواب وتمنع العمال، كانت إسرائيل تفتح المعابر على مصراعيها وأيضا تعمل على تخريب بعض المناطق بالسياج الذي يفصل ما بين الضفة الغربية وما بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بالداخل بسياسة متعمدة. بل أيضا يعني إسرائيل منعت وصول الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من الوصول إلى العديد من المناطق بي ومناطق سي، وبالتالي أدى إلى جزء من انتشار جرائم، أيضا انتشار بعض الجرائم والفوضى مما دفع السلطة الفلسطينية في بعض الأحيان إلى إرسال قواتها بشكل مدني وليس باللباس العسكري. وبالرغم من ذلك كانت إسرائيل
تعترض هؤلاء الرجال ورجال الأمن وتعتقلهم وتمنعهم، وبالتالي كان يعني سبب أساسي في تحجيم قدرة السلطة الفلسطينية تعامل مع أزمة كورونا هي السياسات الإسرائيلية ومنعهم، منع رجال الأمن من الوصول إلى مناطق سي التي هي تحت السلطة إسرائيل بشكل كامل، بالإضافة إلى مناطق بي. طبعا هذا يعني جزء، بالإضافة لذلك الأزمة الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية إسرائيل تزامن كورونا مع المقاصة وامتناع السلطة الفلسطينية ردا على الضرب، أيضا وضع السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني في أزمة اقتصادية شديدة وأثرت على جميع مناحي الحياة سواء الصحية وقدرة المستشفيات، أيضا على الجامعات والتعليم. بالتالي لا نستطيع يعني تبرئة الجانب الإسرائيلي في هذا الجانب من انه كان سياساته والتشديد على السلطة الفلسطينية ايضا ساهمت في انتشار كورونا او اضعفت من قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على مواجهة هذا المرض الذي اثر على كل مناحي الحياة في فلسطين. سريعا سيد أبو العز، في الشق الأمني بعد وقف التنسيق وكذلك بعد إعلان الخطة الأمريكية للسلام جرى بعض التقارب ما بين الفصائل الفلسطينية، ما مستقبل ذلك بعد الإعلان عن عودة التنسيق؟ يعني هذه من التحديات التي يعني فرضت. القيادة الفلسطينية كانت ذهبت إلى اتجاه المصالحة كخيار أساسي في ظل سياسة الانحياز الأمريكي تجاه إسرائيل وقضية القدس وقضية ضم الجولان ويعني خطة الضم وصفقة القرن، وبالتالي هذه السياسات الأمريكية دفعت القيادة الفلسطينية للبحث عن خيارات جديدة للمواجهة والتوجه للمصالحة. وبالفعل يعني قطعت السلطة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية بشكل عام شوط كبير في التقارب ووضع خطط لمواجهة السياسات الأمريكية، لكن أنا باعتقادي الآن يعني قضية المصالحة تم يعني تجميدها من خلال يعني هذا إحدى الخيارات، أنه هناك في تجميد لقضية المصالحة لنعرف إلى أين تسير الأمور بالتوجه مع السياسة الأمريكية. ولكن أيضا هناك بعض المدارس الفكرية اللي تقول أنه بايدن أصلا لا توجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة مع التيار الإسلامي المعتدل، وبالتالي يمكن أن تكون هناك يعني فرصة للتقارب ما بين حركة حماس وما بين حركة فتح، وتحت يعني قبول إلى شبه قبول أمريكي، وخاصة من تجربة الرئيس الأمريكي أوباما كان من أكبر الداعمين للإسلام السياسي المعتدل التي خطفت الإسلام. يعني هذه ضمن من التحليلات التي ممكن، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على يعني اللوبي الأمريكي اللوبي الإسرائيلي الذي لم يتوانى على التحريض على حركة حماس أو أي تقارب ما بين حركة حماس وحركة فتح، باعتبار أن هذا سيضر بعملية السلام ويضر بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. أمجد أبو العز المحلل السياسي ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية في الجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لك.